لو الحكاية فيها إن فيتو أنا مدام نجلاء. حضرتك جاي تعملي النهاردة؟ التظلم مع بنتين توأم في الثانوية العامة، تظلم في مادة العربي. هما جابوا كام في المية؟ 97 و80%. طب وإيه إيه اللي دلوقتي بتوصل مع حضرتك أو إيه اللي حصل؟ أنا أول حاجة طبعاً إن العربي نازلين فيه جامد، برغم من إن هم مجاوبين كويس ومراجعين مع المدرس، فحتى قال لهم ما تنقصوش الدرجات دي. يعني حتى بنتي اللي جايبة 97 نازلة 7 درجات في العربي، برغم إن هي راجعت نموذج الإجابة مع المدرس بتاعها، لا بكتير أو تنقص درجتين. هي المشكلة بقى مش في التظلم، هي المشكلة في إن هل فعلا التظلم ده هنستفاد منه ولا لأ، ولا هي مجرد إجراءات شكلية بس. لأن اللي بسمعه إن هم أصلا حتى لو في تظلم وفعلا بيبقى في الورقة ظلم، ما بينفذوش التظلم اللي احنا قدمناه، عشان طبعا بيتجازوا اللجنة اللي هي صححت مجموعة الورق ده بيتجازوا، فطبعا محدش هيأذي صاحبه، فبالتالي ما يعني 99% من التظلم بيبقى بيترفض، بيقول لك ان الورقة بتاعتنا صحيحة والخطأ بيبقى من عندنا، بس الواحد بيعمل اللي عليه كولي امر. يعني حضرتك دفعت فلوس في المادة؟ دفعنا في بنك مصر، كل مادة 100 جنيه. تمام. يعني لو 7 مواد 700 جنيه، بس كتير طبعا، بس على امل ان هم يستفادوا، فالواحد بيقول مش مشكلة الفلوس. تمام.